السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة أرزاق وأعمال، وحياكم الله جميعا في أي وقت كنتم فيه. نبدأ اليوم ونكمل سلسلة فكرة نحولها إلى مشروع. جايب لكم موضوع روعة اليوم، فكرة عن جد طيبة للاستفادة للجميع، وهو ملائم لكل شخص، يعني إن كان عنده عمل ولا ما كان عنده عمل، ولا من أي منطقة يكون وفي أي وقت يكون، ممكن نستعمل هاي الفكرة ليستفيد منها يعني جدا. فكرة جدا بسيطة لكنها رائعة، يعني رائعة جدا بكل معنى الكلمة. راح تشوفوا شو هدف هاي ومضمون هاي الفكرة. فنرجو من الجميع الانتباه جيدا. يمكن معروف هذا الموضوع لبعض الأشخاص وسمعوا عنه لكن ما دخلوا فيه. على كل ببساطة جدا، قبل ما احكي عن الفكرة بدي احكي شغلة، انه ان سبحان الله يعني من فضل الله علينا جمع بين يعني التنوع، وليس الاختلاف على بمعناه، لكن التنوع، وهو التنوع هو افضل شيء في هذه الحياة. ف عندما نتنوع بيننا، فكل واحد يعني بيقدم شيء معين وشيء مختلف، فممكن انه تستمر هذا الحياة على هذا التنوع. لو كنا على نفس المستوى لصعب علينا، يعني ان مثلا اذا كنا جميعا 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 اطباء فصعب جدا ان نعمل، لكن هنالك المريض، هنالك الطبيب، هنالك المعلم، هنالك صاحب المطعم، هنالك سائق الباص، يعني هو التنوع، وهو شيء يكمل الاخر، واحد بيكمل الثاني. فكل واحد سبحان الله بيعمل مصلحة اللي هي تفيد الآخر، وتعمل شبكة في هذا العالم. وسبحان الله يعني ربنا حط هاي الفكرة، بس الناس ينتبهوا إلها. التنوع هو أساس الحياة، إذا ما كان في تنوع ما في أساس. ليش بحكي الكلام هذا؟ لأن أنت تقدم موضوع معين، من الناحية الثانية هنالك شخص آخر هو في أشد الحاجة إليه، فاهم؟ يعني أنت تقدم حاجة لهذا الشخص، والشخص الثاني يقدم للآخر، وهذا يقدم للآخر بدون ما ننتبه. مثلا الطبيب يساعد المريض، والمريض مثلا يكون مثلا في نفس الوقت يكون مثلا سائق باص، وسائق الباص ينقل الطلاب، أو مثلا هذا فلان نجار ويعمل عمل اللي هو لشخص آخر، وهاي يعني فهمتوني، هاي شبكة. فهذا التنوع بنى شيئا عند الإنسان، عند قدرة، يعني كل إنسان عنده عقل، كل إنسان عنده علم معين، كل إنسان عنده خبرة معينة في مجال معين، هذا دصل إليه في مجال معين. يعني في ناس بيرغب يكون فنان، في ناس بيرغب يكون نجار، في ناس بيرغب يكون حداد، في ناس بيرغب يكون طبيب، في ناس بيرغب يكون القصد هنا إن في ان لكل شخص هنالك ميل وموهبة وعقل وتفكير خاص به. يعني كل واحد مو ناقصه مخ، كل واحد عنده مخ، ولكن رغبته بتختلف عن رغبة الآخر. فلما انت تقدم هذا الشيء للناس، فالناس الثانيين اكيد محتاجين له. عندك علم معين، عندك موهبة معينة علمها للناس، عندك فكرة معينة علمها للناس. الإنسان يقتبس من هنا وهناك، يتعلم من هنا ومن هناك، ويأخذ فكرة من هذا ومعرفة من هذا وخبرة من ذاك، وكذا تمشي الحياة. الفكرة هي إن كل إنسان منكم، كل إنسان، كل واحد منكم يجب عليه أن يبدأ يعني يخرج ما عنده، يعلم الناس ما يستطيع. إذا عنده موهبة يعلم الناس، إذا عنده موهبة الدهان يعلم الناس كيفية الدهان، كيفية يعمل لون، عنده إذا هو نجار يعلم الناس هاي المهنة بطريقة معينة، بأسلوب معين، عنده خبرة في الطبخ يعلم الناس خبرة في الطبخ، عنده أي شيء يعلم وخلى الجميع يستفيد. كيف ذلك؟ ها أنا مفروض علي أقول لكم كيف هذا الموضوع ممكن إن نعمله. عشان ذلك أنا عملت هاي السلسلة من الفيديوهات مشان أعلم الناس. أخوان الكرام طبعا وأخوات الكريمات، هذا الفيديو أكثر من رائع. ليش؟
لأنه مفيد للعائلات، للزوج وزوجته، للزوج وبناته وأولاده، كل واحد يعني بيقدر يقدم أي شيء. إنسان عنده مهنة، إنسان عنده أي علم يريد أن يعلم الآخرين، فممكن أنه يعني يسترزق من هذا العلم بسهولة جدا. راح أفرجكم كيف. بسم الله ونتوكل على الله. أنا متأسف على أني يعني أحيانا بطول، لكن بحب أشرح كويس حتى الجميع يستفيدوا بالتفصيل إن شاء الله. ندخل على جوجل، نكتب يوديمي، هذا موقع يوديمي، موقع عالمي مشهور جدا في كورسات ودورات. هنالك ناس تدخل على يوديمي، يوديمي أونلاين، تدخل في كورسات أونلاين، دورات أونلاين. بتقولوا لي شو نعمل هون؟ شو بدنا هون؟ هون في ملايين الكورسات العالمية. يمكن أنتم تعرفوا عن الموقع هذا، لكن يمكن في ناس ما بيعرف. هذا الموقع ممكن تعمل كورسات، دورة، أي موهبة عندك، أي معلومة عندك، أي شيء ممكن أنك تحطها في إطار كورس، في إطار دورة معينة، وتبيعها للناس، وتبيعها للناس. برجع كمان مرة، علم معين تنشره للناس بمقابل يعني معين. هذا الكورسات كلها يباع، واحد بيعلم موضوع، في مليون موضوع هون، بيبدأ من التطوير ومن التصميم ومن البزنس ومن الكمبيوترات والبرامج، من تطوير الذات والثقة بالذات والتنمية البشرية، وأيضا هنا التسويق والتصوير وكل ما ظهر على بالك يعني، وكل ما يظهر على بالك. أخي الكريم، ادخل هذا الموقع وشوف هنالك وابحث هنا، وسوف ترى أشياء تعجبك. أنا راح أعطيك أفكار. هناك ناس ناجحين هنا، كيف بدأوا مشاريع معينة يعني ببساطة جدا، وعملوا مردود مادي جدا جدا روعة. أنا طبعا أحط لك شوية أسامي هون لبعض الناس، ندخل ونشوف كيف شو بيعلموا. شو طبعا ممكن تعلم اي موضوع يخطر على بالك، اي موضوع باي لغه ودك، تعمل كورس وتحطه هون. طبعا في شويه شروط لموقع يوديمي راح احكيها انا، وهو يكون شرطين اساسيين. الشرط الاول ان يكون الصوت صافي، وهو الموضوع هذا بسيط، ممكن تشتري ميكروفون ذو جوده جيده ويطلع صوتك صافي، ويكون التصوير أيضا صافي، التصوير صافي، والمعلومة هي يعني بينك وبين نفسك، كيف أنت تقدم الموضوع، كيف بتعلم الناس بأسلوب حلو، هذا بتعلق فيك أنت وممكن تكسب كثير زباين. طيب أعطيكم أمثلة بسرعة. أنا هذا الشخص مثلا، هاي فيه كثير كورسات، عدة كورسات في مجالات مختلفة. هذا الشخص بعلم مثلا، أنا عارف جوجل أدز، دعايات في جوجل، أو كورس أدز وورد، كيف تعمل دعايات عن طريق جوجل. مش مشكلة شو الموضوع يعني، مش شرط شو الموضوع، بس أعلمك كيف أنه هذا شخص بدأ. الشخص هذا إذا بتضغط هون عليه بين عنا اسم الدورة تبعته، اسم الدورة. تخيلوا معي عدد الطلاب اللي متسجلين، عدد الطلاب اللي متسجلين عنده حوالي 94,835 طالب تسجلوا لهذه الدورة، فقط دورة واحدة. هو عنده حط دورة هون، كورس معين عنده حوالي 94,000 طالب. تخيلوا كل واحد منكم بيقدر يكون تقريبا زي جامعة. اوكي، ما في شيء، ما في اسرار، ما في شيء مخبأ، كله واضح امامكم. هاي اونلاين، الفيديو اونلاين. ممكن تدخل هون تفحص، كمان تاخذ الاسم تفحص. اوكي، سعر الكورس، سعر الدورة يبيعها دائما بهذا السعر. هون 799 شيكل او 800 شيكل، يعني بما يعادل 200 دولار. طبعا سعر الدورات هنا من تقريبا من 10 دولار
لحد 200 دولار، هذا ما يتراوح الأسعار. في أغلب الأحيان بيكون هنا تخفيض، فبيكون هنا تخفيض حوالي 94%، هذا بس اليومين هذول بيكون في تخفيض، هاي باقي يومين ويخلص التخفيض. فأنتوا لا تنظروا لهذا التخفيض، التخفيض هذا مؤقت. فسعر الدورة الكاملة الأساسي وحوالي 200 دولار، أوكي؟ 200 دولار اليوم هو عامله بحوالي 15 دولار، 43 شيكل حوالي 15 دولار بس مؤقت يعني. تخيلوا عنده 94 ألف طالب، أوكي؟ في 200 دولار، خلينا نقول بلاش 200 دولار، خلينا نقول معدل، ناخذ المعدل لأن الموقع هذا بياخد حوالي 30% من الأرباح. معدل خلينا نحكي مثلا 15 دولار أو 100 دولار، معدل عفوا، إذا هو 200 دولار ناخذ معدل 100 دولار، مع إنه أكثر بيطلع 150، بس احنا ناخذ أقل إشي 100 دولار مينيموم. 100 دولار في عدد الطلاب 94 ألف، 94,835 يساوي، تخيلوا كم المبلغ، شايفين بعيونكم، أوكي؟ مبلغ ضخم يعني، مبلغ ضخم، أوكي؟ طيب، في كمان آخرين، على فكرة بتقدر تكتب بالعربي، بالعربي. أنا طبعا جمعت هنا مثلا هذا الأخ راح تشوفوه أي موضوع، أي موضوع كان عربي، لغة عربية، نشيد، كيف تقرأ أشياء معينة، هاي مثلا قرآن يعني، ما شاء الله بارك الله، ما شاء الله بارك الله يعني. الأخ عنده قناة أو عنده دورات، ندخل عليه ما شاء الله عليه يعني. هذا الأخ الكريم عنده دورات قرآن، تجويد قرآن، دروس في القرآن، عنده حوالي 700 طالب، 700 طالب برضو عنده حوالي بحوالي 20 دولار السعر الأصلي، يعني 20 في 700، تخيلوا يعني مبلغ محترم جدا، وشهرية ثابتة ومستمرة. طبعا ننزل تحت شوية، تنزل على صفحة الانستركتور، الانستركتور هو الشخص اللي معلم هنا والمحاضر هنا. في عنده كل اللي عنده حوالي 2000 أو 3000، 2998 حوالي، خلينا نحكي 3000 ستودنت، 3000 طالب متسجلين عنده، عنده 9 كورسات، أوكي. خليكم من الريتنج هذا، خلوه بعدين، هذا مش كثير ضروري حاليا، لكن الفكرة تبعتي إنه ممكن تعمل لك كورس في أي موضوع، في أي موضوع، كورس في أي موضوع، تخيل حتى لو قرآن يعني، هاي سبحان الله، هذا قرآن يعني، صدفة أنا شفته فحصته قرآن. أنت ممكن تعلم قرآن، ممكن تعلم لغة عربية، ممكن تعلم نشيد، ممكن تعلم حاسوب، ممكن دورات، ممكن كيفية صنع كذا، كيفية صنع كذا، كيفية صنع باب، يعني باب نجار، كيف تصنع باب من ألف للياء، كيف تصنع أي شيء، أوكي. والطلاب بتسجلوا، طبعا هذا مش يوم من يوم واحد بتسجلوا، أكيد على استمرارية يعني، مع وقت طويل، بياخذ حوالي سنة سنتين حسب أنت شطارتك. هاي كمان موضوع، كمان واحد ثاني افرجكم اياه، هذا طبعا رسم، تعليم الرسم، الموضوع يعني واسع جدا. هذا اخ بعلم رسم، اوكي، نفس الشيء، عندك كورسين اثنين وثلاثة، ملان طبعا، ملان ملان ناس بيبيعوا. ندخل مثلا هون، انتوا عرفتوا الفكرة بالضبط. عنده كمان حوالي 3000 طالب، 3000 طالب. سعر الدورة طبعا بيختلف من شخص لآخر، سعر الدورة هنا حوالي 60 دولار أو 70 دولار، أوكي. شو اللي 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 الذكاء هنا اللي سواه الأخ هذا، أوكي؟
هي عنده عنده كمان دورة ثانية في الرسم، مش كمان دورة، هي نفس الدورة، هي نفس الدورة. بس شو الذكاء؟ الذكاء هنا الدورة هاي، هاي انتبه كويس، الدورة هاي Anime Drawing for Beginners للمبتدئين، دورة رسم انمي للمبتدئين باللغة الانجليزية، باللغة البرتغالية، بالاسباني. اوكي، وفي نفس الكورس كمان حط كورس ثاني اللي هو هذا اللي هو باللغة العربية، راح تشوفوه. هاي نزل تحت شوي، انا شفت عنده باللغة باللغة العربية قبل فترة. طب هو ممكن هاي حاليا بالانجليزي، لازم ابحث شوية، ابحث عنه. وحط نفس الكورس باللغة باللغة العربية. هاي الاخ هذا في عنده حوالي 3000 طالب زي ما حكينا، وكورسين، كورس بالعربي كورس بالانجليزي. كورس تقدر تعمل كورس نفس الكورس نفس المادة نفس المحاضرة، ممكن تحولها للانجليزي، تحولها للايطالي، تحولها للروماني، للتركي، لاي لغة في العالم. عندك حوالي كذا وكذا وكذا لغات، اوكي، من نفس الكورس وتجمع طلاب. اوكي، هذا اذا انت بدك تستمر يعني بشكل جدي جدا. اوكي، في كمان شيء عربي كمان عجبني، شيء عربي تدخل على نفس الموقع، بتكتب هون. طبعا انا ضا اخترتهم مشان سرعة الفيديو، لكن انت في هون الحين بوريك الكاتيجوري كيف تدخل تبحث لحالك. هون مثلا طبايخ، طبخات، وصفات للطبيخ، شيء بسيط جدا، لا يكلف، لا يكلفك شيء، تعمله مرة واحدة ويصرف عليك كل حياته. هاي طبايخ مثلا، اكتشف المطبخ المغربي، المفتول المغربي، الأكل المغربي كمان الزاكي، سبحان الله. يعني ما شاء الله حوالي 419 السعر الأصلي، حوالي 130 دولار، 130 دولار. هنشوف كم من واحد بشروه. هو ما هذا متوجه يمكن هاي 3 طلاب حاليا، لأنه كان جديد، كانوا جديد، ومتوجه للأجانب اللي هم ما بيعرفوا المفتول الأكل العربي حاليا. بس فكرة كويسة يعني، هاي عندها كورس واحد 3 طلاب بادية، يعني كل الاحترام بادية. في كثير مشاريع. بتقول لي انت شو ممكن كمان؟ بقول لك تعال شوف اي شيء بتقدر عليه، اي شيء بتقدر عليه، علم اي شيء، عندك معلومة، عندك فكرة، علمها. طلع هنا في عندك رياضة، اوكي، رياضة كاراتيه، كاراتيه او دفاع عن النفس، بتعرف حركات، بتعرف اشي، بتعمل دورة تعلم الناس. اوكي، طبعا تدخل على كل واحد واحسب، احسب كم بيربح اللي بدك، زي ما بدك، تعلق فيك انت. هذا مثلا عنده 1700 وشي طالب، 1794 طالب، هذا سعر الدورة، سعر الدورة حوالي 200 دولار، يعني سعر رسمي. فملان يعني، ملان. هاي فكرة روعة روعة روعة، يعني بتعمل الدورة مرة واحدة، بتصور المادة مرة واحدة، بتحطها هون مرة واحدة، وبظل الطلاب يتسجلوا يتسجلوا دائما باستمرارية. بتقدر ترفع كمان كورس وكمان دورة وكمان دورة في المستقبل، وكمان دورة توسع من هذا البيزنس. وزي ما شفت انت اسعار مخيفة. اوكي، خلينا نحكي هاي 2000، 1794، انا احسب لك اياها كمان، 1794 ضرب 200 دولار، خلينا نقول بيربح 150 دولار، اقل شوية، ايه 296 ألف دولار، 296 ألف دولار. اوكي، وفي يعني الافكار لا تنتهي. تقدر تدخل كمان تكتب تكتب
عربك مثلا، عربك بالعربي ملان، عربي لانجويج، خط عربي مثلا، تعرف ترسم، تعرف تكتب خط، بتعرف تعلم الناس اي شيء، بس ابدأ، هذا اهم شيء. اوكي، في خط عربي، كيف تعلم الخط، وراح تتفاجأ يعني، ادخل وشوف، راح تتفاجأ، شايف كيف هاي، شوف كيف الاسعار هون، شوف كيف بيبدوا. احيانا في ناس بيعطي كورس مجانا لفترة معينة، بيكسب زباين وبعدين بيرجعوا مدفوع يعني. كل شطارة يعني، كله يعني نوع من الدعاية. في يعني هاي بعلم العربي، اللهجة اللبنانية هون بعلم، حتى يعني بتقدر الأخوات يعني يعلم نوع رياضة للنساء، كيف تخفيف الوزن، يعني أشياء كثيرة جدا. أنا مع إنه كان عندي هون بقدر تعمل سبورت، فتنس، فتنس شيء رهيب يعني. هاي في طبعا في كاتيجوري، في هون أشياء زي الصحة والرياضة، هاي كثير مطلوبة، فيها دورات رهيبة جدا، في تنمية بشرية، في كل شيء. أوكي، ناخذ هذا، نشوف مثلا كم طالب عندها، عندها 702 و وين راح، 762 طالب سجلوا. هاي الأسعار شايفين بعيونكم. طيب إن شاء الله بتستفيدوا، ابدأوا بس، كل واحد يعمل أي شيء، ابدأوا. واكتبوا لي تحت، تحت الفيديو شو تجربتكم، كيف تجربتكم، وإن شاء الله تبدأوا، وإن شاء الله تستفيدوا، ويا رب تتوفقوا بسهولة يعني. زي ما حكينا، بتحتاج فقط ل ميكروفون، ميكروفون ذو جودة عالية، تشتري من الأمازون، بكلف حوالي يمكن $40 فقط من الأمازون. وبدك كاميرا تصوير فيديو ذو جودة جيدة، ودك يعني غرفة هادية جدا، تبدأ توكل على الله يعني. وموقع والله رائع، والله أكثر من رائع. أنا يمكن قدمت لك اياه باسلوب شوي سريع، لكن اقعد وتعال شوف وافتح راحتك، وافحصه مره مرتين ثلاثه، وادعينا ان شاء الله. ويا رب التوفيق، ويا رب التوفيق، يا رب التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.